والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على قائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم. نحن الليلة هامنا على أن يعود مواضيعنا إن شاء الله ثلاث، لين سبقوا ما وراء سطوري بيان السيد بدر عبد العزيز. نعدل قراءة سريعة وننتقل شورى سياسة الزراعة اللي منتهزينا التجارة العشرية تيفاية موريتاني اللي ما مخلين البلد يستقر لأجندة خاصة عندهم هم وعاقب ذاك نتكلموا عن قضية خلفية مجريات الأحداث في ركيز وما وراء سطورها وأطرافها اللي مش جالبت. ولهنا أقرأ عليكم هذا الخطاب اللي هامنا الحد، خطاب بدر، لياك نعودوا كاملين في الصورة. بدر اكتب على صفحته، صفحة بعد مكتوبة باسم بدر، بدر الدين عبد العزيز، كاتب جدير بالذكر. أحد إنجازات والغزوان ألا وهو راولات، شوفوا علي تركيبته هو للكاتب. أحد إنجازات غزواني ألا وهو كشفه لحقيقة النخبة السياسية في موريتانيا. ما لم يعد مجالا للشك هو أن النخبة السياسية في بلدنا مرتزقة وترعى مصلحتها فقط. ولا يفوتني أن أذكر المواطنين بأن مصلحة الوطن أولا قبل ولد الغزوان وقبل ولد عبد العزيز، وأن مسرحية الإلهاء التي شغلتهم سنتين دون أن تتقدم أو يتحقق فيها أي شيء أصبحت خدعة لا تنطلي على ذو لب عاقل. وأهم عندنا منها ارتفاع الأسعار وانقطاعات الماء والكهرباء وتراجع المنظومتين الصحية والتعليمية وطرق مصادرة الحريات القمعية وما أحداث ركيز ببعيد منا. فيما يتعلق بملف التحقيق في العشرية، لا بد أن الجميع عرف الآن أنه تلفيق واستهداف، ولا غرابة في ذلك عند شعب يشجع النفاق والشقاق والمتاجرة بالدين والبشر والمبادئ. ومع ذلك لم يعد يعول على هذا الملف في شغل الشعب عن همومه والأزهر إنهاءه وطيه. ونتمنى على النظام التخلص من الشخصيات التي كانت وراء تصفية الحسابات مثل وزير الداخلية ومدير الأمن الأخير أبرم اتفاقا مع رجل أعمال يساعده بموجبه في إطلاق سراح ابنه المسجون في إسبانيا، وينفذ مدير الأمن له مطالبه بمضايقة الوالد، بالإضافة إلى مساهمة بعض الأشخاص السياسيين المعادين للرئيس السابق. لكن أكبر مساهم في هذه القضية هو صهر الرئيس السابق محمد بن صبور الذي جن جنونه عند ترك الوالد للرئاسة وفقدانه بعض الامتيازات، فأصبح عميل مزدوج يعطي كل ما وجد من معلومات إلى الأعداء. وقام قبل ذلك بالمشاركة في قضية السيارات التي نشر ابن خالته والغد صورة لهم في مرآة هيئة الرحمة.
تلك السيارات لمحمد المصبوع أوقفها فجر ذلك اليوم دون علمنا في المرآة، وبعد ساعتين سربت صورتهم على أنهم لي. مع من ذلك الوقت عرفت أنه عميل لتلك الجماعة، وعندي معلومات سرية كثيرة كثيرة عن الجميع. وحاولت أن يقبل صحفي أو موقع تلفزيوني أن يتجرأ صحفي أو موقع تلفزيوني فتح المجال معي ومحاورتي، لكن الكل خاف من تبعات ذلك وتأحدى من يتجرأ على ذلك ويجري معي مقابلة دون حرج ودون فرامل ودون خطوط حمراء. وتفضلوا، ليس عندي ما أخافه ولا ما أخفيه. وراني أنا سابق نعلق على هل أعطي الفرصة لبدر على صفحتي هذه أني نعدل معاه مقابلة في اللي دوار يقول كان إلى عاد قال عن الصحافة أبات تنشرون، مستعد أن نمشي معاه شر أي صحافي سوه من هو داره وعليه الصبع وينشرون أي معلومات بقاها تنتشر لا هي تنتشر إن شاء الله. يا غير احنا موضوعنا هو ما وراء سطور هذه المقابلة، ولاحظ فيها بعلنا ان 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 فم الشقاق والله تبادل تهم بين بدر الدين و و و و وصهره والعمه محمد المصبو اللي اتهموا بالعمالة، اتهموا بالتجسس، واتهموا بعلى المعامل المزدوج. والشيرين قال عنه السيارات اللي وصفوا السنه خالص وصافهم على انهم قاعدوا هو معدل بهم تياطر دارهم في هيئه الرحمه وسربهم ذاك التسري. ما نعرف كل يغني على ليلى. على كل حال بدر طفيل صغير ما هو ناضج حتى لا هو واعي ولا مشوف عليه الشبه اللي مشوف على الناس اللي دارته في المرحلة إلين عاد عنده الفونداسيون وعنده فضة وعنده روايات ويتعامل بالنوع من الأمور عاد النوع من القضايا ويواجه الرأي العام ممتلكات الرأي العام المسلوبة منه نهبا وقهرا يوقف. وهذا هو غياب تام للدولة به اللي على الأقل بدر هاي ما يرتد عنده خمس وقيات إلا خمسة حمراء ما يرتد عنده ما خالطوا عليها قاع الشخبارونة وما اشتغل ما قد اشتغل لا عنده راس مال يعدي بيه طفيل صغير ما فات عاد من اللي قد يراكمها من الأموال كامل المليارات ما يقد يراكمها ويعود يعود 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 يتبجح بها قدام الناس ويعدل فيها هذا النوع من المغالطات. ثاني ما هي ذي هو حاول مره يدافع عن الوالد وبعلن ملفه مفبرك وعلن قضيه سياسيه، والمره بعد دارها على 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 على, على مدير الامن ووزير الداخليه بعلنهم هم المحرضين رئيس الجمهورية على ذاك عكس المعطيات اللي كانت عندنا كانوا دايرين معاها مدير الديوان وحنان النور السيدي وجماعة أخرى كانت هي دي كأنها هي معدل الملف اليوم تبان اختصروا على اثنين وذاك عنده قراءة واللي هو زاد ثاني ما يدي خالق رواية حقيقية على يعني الملف العشري لحقوا عادية يا تضاح روايته والحق القضاء الملي يبت فيه يلحق مرحلة المرافعات يلحق ذيك الروايات اللي الرأي العام ما يتم يسربوا له كلها يوقفوا ينترى رواية ويقولها ينشيها من صفته والله يا والله تعود حقيقة والله ويقولها وتعود عادة رواية الرأي العام ينشغل بقضية يا غير ما
ما نعرف قاع هي شنو هي. انا بعد ماني ناس بدر، انا سبرت عليه المتري شارجي على اسم بدر والمحمد عبد العزيز، ولا عاد من السوبلو الى عاد من السوبلو. انت هون ما جبت لي دليل على انه ما هو من السوبلو، هو بو من صفحته. الى عاد عدلوا له حد يالته لا يعرف هو ياك حد معدل، ولا عاد ما هو الله عدم اللي كلامه هو خرجاته كامل اللي فات خرج بالصوت والصوره اللي هذا نبته، ما هم متباعدين مع اهل، ما هم متباعدين مع اهل. اللي فات بعد عدل من الخرجات للاسف الشديد. يا غير قاع كيف قلت، هو قاع في الحقيقه يشير صغير، و ولا هو مظن له، ما هو مظن للمال، ما هو مظن لتكديس الاموال الطائله، لا هو مظن لعلم عود رجل اعمال به اللي والده قاع شايف عليه الناس اللي انه عنده الفضل، اللي بعد خدم الجيش 35 عام وقد يعود مظن بعد العلم عنده شيء من المال. ما هذا قد قاع اللي معلم غير بعد يعود عنده شيء غير هو ما يعرف تعود عنده توف من الفضاء. ما تجري لا تورط راسك، لا يفات عدلهم بعد وعدلهم في حاله تعرى انت غماء، لكنه خلي عنك هذا. انتم لا تعرضوا الراجل تعرضوه لشي ما هو ضاحي عليه، خلي عنك هذا. انا مالك جارني صور روايات ما هم مهمين، انا اتكلم عن قضيه اللي نطرحها للراي العام يقول فيها راي وتوف. ما هو خايف، ما هو طامع، ما الدوله فرضا لا حد يخاف منها. هو ابوه كان هو رئيس الدوله وخايفه منه الناس، ما هي خايفه منه محمد عبد العزيز، خايفه منه الدوله. والدوله حد يجسدها وتجسد فيه فرضا تخاف من الناس، يكون حد ما هو عاقل، ما خالق حد سوى من هو ما يخاف من الدولة، يكون حد مسجن لا هو معدل شيء 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 شي خاسر. أنا ما سميت أسرته المصبوع، خلي عنك ذاك، لا تحولني شر أسرته المصبوع، ما سميت أسرته المصبوع المحترمة وأنا أحترمها كثيرا، ولا لك ملي اللي يجرني شر قبيلة والله شر ذاك، لا أولاد بسبع قاع كاملين من مؤسسين هاي الدولة ومن خيارها ومن الناس. فما رجال اللي في مرة العلماء وفي مرة رجال اللي أسسوا الدولة مع المؤسسين، ولا يجد حد ينكر هذا، وفيهم التجار اللي رافقوا الدولة من نشأتها، هذا يجد حد ينكر، والله يجد حد يقول إنه حق. يا قبيلة كبيرة وافرة من الأشراف ودور تعود فيها حالة الناس، يا غير مودي فيها الناس اللي ما هي صالحة، فيها الناس اللي ما هي صالحة، ولا ما خالق حد قد يتجاوزوا، ولا تجرني شور هذا المستنقع الضيق به اللي ماني قايسه توف، ماني قايسه انا، ماني ما ما, ما تاريخي ما فيه القبليه ولا فيه الجهويه ولا فيه الانصياع على ذاك النوع. فيها لا دوله موريتانيا نبقيها تعود دوله وتوف كيان وصالح، ونبقي حد سوى من هو عاد على ذاك الكرسي يعود حاكم الدوله بطريقه تلهم، والله نستمد منها سكينتنا، نستمد منها عن اركان الدوله تعود ثابت. وهذا ما زلت لين احنا نرجع له. المهم على ان هذا ما هو بدر الدين ما يرتبط عند الفضل، ما يرتبط عند الفضل. احنا طفيل كنا نعرفه هون 2005 يديلك ما عنده خمس سجيات، ما يروح لي موضوع القمر وبو ساكن في ان ابارتمون، لا عنده خمس سجيات، ما يقد يظهر لنا بين عاشيه وضحاها رجل اعمال يتكلم مع رجال الاعمال الكبار بالمليارات ونقول علينا ان هذا طبيعي والله انه عادي، لا ما هو عادي لا هو طبيعي لا هو صالح. هذا نقدر نقول عنه لا سارق مقوطر على كرعيه. موريتانيا ثروه موريتانيا قابلها ماشي بيها ويزدح بها قدام الناس. اسلم له يسكت خلي عنه هذا، لعات الدوله متقاضيه عن فوضى موريتانيا وشعبها اللي يعيش تحت وطأة الفقر والجهل والمرض. يعودوا واحدين منه شاشر يتلاعبوا بالفضل. انا مؤخر لكم ليلتنا هذه في لايف فون طفيله من 3 سنوات تصفي قال بتاع 500,000 تقيس بها اسمان تداوى بها. يعود يشير تبارك مع المليارات يلعب بهم ويقول على انهم فلتوا. هذا 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 يكسح ويحمي الراس. دوله فيها الناس المتشرده اللي ما فيها اللي قاعد يحصل على قوته اليوم، يعودوا يظهروا لها الشاشه الصغيرين متباركين معي يزدحوا قدام الناس ويقولوا لها بعدين هاي المليارات مو فضلتهم وهم كانوا يامس يدلقوا ما عندهم خمسه،
اكسحوا انتم اللي تدافعوا عن النوع من الارواقيش هذا لا يدافع عنه. هاي فالت الكونتريبيان بالموريتانيا انقبضت بالباطل بالباطل ويجب علينا ترجع لتو. خلينا عنك بتحدي عزيز بعلن ايوه جايته من منين؟ الفضاء جاته كان يحجب عبد ولا عبد العزيز كان يحجب الفضاء جاته من منين؟ يما يقبضها من الخزينه غير بعد ما يقبضها من موريتانيا من ذهب موريتانيا من فضة موريتانيا وكل ساعه مالق لنا راجل انت راك تمودع لي مليارين ترى راك تمودع لي 4 مليارات لا عندهم ناس هو ينزل عليه الوحي تمطر عليه السماء ذهبا هذه حجه ضعيفه ثم اللي تدافع عنه هو متحدي على الناس تقول انه قاد وقيه واحده من الخزينه الخزينه يتخاذ منها بالطرق كامله اللي ملتويه خلوا عنكم هذا هو ما كان هو حجاب هو طاح عليه مطرت عليه السماء ذهب اذا جاه انت لما يعود حصله ساب يعود دخل في الرئاسه وماله كان هون عنده لا حمام وان ابارتمون علاش ما يعود كان عنده من الفضاء جاته بعد الله ينعاد رئيس خلوا هذا ما هو الدفاع ولا وصالح وعرفوا عن هذا فضتكم كيف تنحن فضتكم فضت الكونتريبيا بالموريتانيا فضت اللي بيعت النعناع وفضت لوك اللي في حريفته شور الشرق وشور القبل وشور نجابه وفضت وفصال فضت الشعب الموريتاني يتلاعبوا بها شن مرضى النفوس يتلاعبوا بها ويتحداوا الناس قدامها ويغسلوا الاموال ويعدلوا ويسلوا زابارتمان في اسبانيا هذا منهارات المرأة مسروق عليها قريب من 100 مليون من اللوبية اخبارهم شتم تريارات هذا اخوتي رواكم يكسح بعد وتفوبي ولا وصالح انا فكرني رقاز سارق على روس الاشهاد يتفخر ما تعود جات من الرئاسه ما تعود جات المختار الداد الله يرحمه اللي جو كان هون عايش الا من اصحاب ومعارف ما تعود جات من الهداله اللي راعيه اطال الله عمره اللي نهار ما شفتوا عن الرئاسه قاس تدي الزعتر هذا هو عيالي ما عندهم خمس سوبيات عندهم اربع تكتات من غازوات ما تعود جات اللولي الله يرحمه اللي طلقها فجأة وعاش فقير ومات فقير ما تعود جات المصطفى بن محمد السالم اللي مات فقيرا معاوية الاستحمل الطايع اللي اتهمته بالفساد ولا بقى شي ما قلته عنه ما تعود جاته ما قد يجبر له ما هو دار واحدة والدها عن أخوه الزاوي الرئاسة ما تعطي الفضل يكون للصوص الرئاسة ما لقي تعطي الفضل لحد هو اللي قال انه خلاص وما قط ما 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 قط مسو مع ذا كان مستشار عاقب يا اخوي عاد لك صالح من الليل اهلا بيك ايوه هذا على كل حال كنت نقرا لكم توه ما وراء سطور بدر الدين يقير ضاكة الهنقيس وقضية أخرى إيه شوينا نحوز على قريبيانا هذا اللي عاقب يتكلم الجنرال اللي عاقب يتكلم شوف خلطة الدولة جنرال لبان نقزو محمد عبد العزيز وجينا هذيك الساعة تنقازو هاتم مولى عبد العزيز ولا قال بشي خاسر ولا قد ينطق بشي ولا قال كلمة واحدة وطيح الزرف على ظلو إذا اللي معدلوا اليوم يوخال منه أن ربل بعد لين توطع عليه العبد العزيز ومشاه ومتبارك مع موريتانيا اللي هي فاتنها ويحرض الناس عنها توخال للشوارع ويقول هذا هو زين عليه هو ولا مقاد أولا أنا جنرال يعرف ضبط الانضباط العسكري يعرف ذي الأمور كاملة وقطع على الهموم ما هو جايبها بعد من ذاك البطل اللي قال له فيه اللي لا يبيت على ضيمه يرحمه ولا يقبل ذاك النوم اللي نعتق بوي اذا صار ليت تشيان عندك في الروايه يا اخي تشيان عندك كيف انك ورا الصفع لي ونقلع تصا منك حقوقك الحقيقيه جنرال ما هو خليت تنعم به انقلعت ما هو سبه واحده سابق ترتر
كان بوي يالتك تعود قيمت هذه اللقطة ونعود وراك عارف انك انا ربل وعلنا انك عندك الحق في تقول هذا يا غير اليوم بعد لينا احنا خايف لا يعود اللي يستخدمك محمد عبد العزيز في اجنته الخاصه بعد لينا عدل لك هذا مولي عاد هامو يستخدمك هو واصحابه في اجنده عندهم هما خاصه لهميز الناس على عدم الاستقرار وعلى ان البلد يمشي شورا انا يتوس اما هو زين عليك انت تقوي كان زين عليك عنده ظلمت تجي واقف وتنعت على انك ما لك قابل ظلم وتقول هما زال عبد العزيز قاعد يا غيري ما ضيت كامل ما رضى ما رترت احمد سلاح ما رضى ما رترت والله اخوان ما رترت اللي قلعت عنه سابق سالة رترت بسنتين هو دان دارت له جنرال يلا تمضي سنتين وقلعت منه تو هذا ما هو صالح ولا ينطلي على احد ما ينطلي على احد وقدك انت ما يرت يعدلو ما يرت يعدلو توف ولا انت تملي نعود ربل نعود ربل بالحق ندافع عن المواطنين وندافع عن استقرار البلد هذا تلطيخ الكرامة وشرف ذاك المرحوم اللي قالوا فيالي ما قط دافع عن قضية وطنية حقيقية وكون الجيش ودافع عن الحدود ووقف مواقف الرجال ولا قبل ينطفق ما قط قبل ينطفق إلين تلو الهيدار ذيك الساعة في قضية الأستاذ مرس يديروا في الرواية الفد مدفوع وقعدوا قالوا يدخل عليه حد يقتلوا مدفوع لا قد حد يدخل عليه ولين وعدنا انقلاب على الهيدالة وعيط له معاوية ورسد أحمد الطايع عيط للضباط كاملين في ليتاماجور وكل واحد منهم يقول له انه معدل الانقلاب لين يقول انه ما هو قابل يقول واخذوا مع بابه وخاري بشكله ولين يقول انه قابل واخذوا مع ذاك الباب اللي جمني ليه جا هو وقال له انا قال له احنا معدلين انقلاب على الهيدال قال له انا انت تنعدل انقلاب على الهيدال ما نعدلوا عليه بعد لين يمشي ولا نعدلوا في قصر فيها لا الويل ولا كلاب ان انت لو خاو شارع عليه الضابط انه يخاو من ذاك الزر اللي يخاو من الناس اللي يسكر هو قال له معاويه خلي عنه فيا يخاو لا من الباب اللي جاي معاه ولين مشى قال لهم فيا اللي قال هو حقيقته وطنيته واخلاقه وسمو اخلاقه ما يسمحوا له بعلن يقرا فيكم خلوا عنكم هذا هو اللي يرتك تورث عن فيا هو اللي يرتك تورث عنه الوطنيه وحب الوطن والكرامه اللي خلى له ابوه بدبش ثم انك تعود تتبرك مع واحدين يهمزوك على انك تضايقه الموريتاني وتقول له الركيز على انهم اللي عدلوا صالح وتقول عن رئيس منتخب انه يستقيل ما طالب ولا عبد العزيز بالاستقاله من قساك ما طالب به اللي تقول ما هو هذا لا اخترت باطل اخترت انا باطل طيفي وجهه نظري الواضحه ان رقاش كيف تاكنت عنده خلاله باه ذاك من القيم وخلاله ذاك من الكرامه من اخوه والشرف وخلاه له سابق ذاك بعد انه يقبل ذلك الطريق اللي قبوه له اباته وجدوده وعلى انه ما يسقنس ولا يمش ولا يندفع ولا يعود من اللي يكون احصف واعقل من على اللي من يركب موجه ما يموجته ذاك هو اللي خلى لك فيا الله يرحمه في الدبش يلتك تعدل لين رجعوا لقضية تركيز ذاك النهار تكلمنا عنها وانا كان رايي فيها يبدو على انهم نصاعوا نوعا ما على القضيه ما هي الا قضيه تركيز ما هي الا قضيه وحدين حرب ومنشات وعدلوا من الروايات ما يصالح القضية قضية واحدين كانوا عندهم مطالب مشروعة وركبوا واحدين ثانيين موجة وقطعا أعلنها فيها الفضاء وفيها الدفع وفيها غزة اللي جاتها الفضاء وفيها الرجال اللي مكرية وفيها ياسر ثاني من الخزو
وفيها التجاذبات الداخليه بين الاطراف السياسيه، وفيها ملي البعد الخارجي. يا غير كيف قلت المره الماضيه اللي نكررها، بعلن السلطات المعنيه كانت يالله تشم اللي رايحه، ما تعد المؤامره تستشرف، ما تعد المؤامره ما علمت به. وخارجين وحدين وزوا المواطن على عدل الشي خاسر، كيف رسموا عليكم قال لي عن صاحب صون لك انقلع، وصاحب الحاله المدنيه اللي ظل حد جاي دور طاقه يحتقر به واحد على انه جاي دور حقه، وذيك ذيك 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 المصالح الجهويه اللي ما تعدل دورها، هذه تقد تعود مدفوع، والله مدفوع لها زاد ملي كيف الناس كامل مدفوع لها بعد انها تعدل الخلق والسقط في البلد وتجرد ديكه. السم المدني يهدوه الناس اللي جايه تدور مصالحها تدور غاياتها في الدوله، الين يعودوا قد جيت الحق مد عبوسه ما هي قابلتها تدخل، موقفه قردايل قدام ما قاد حد يدخل، وهذا هو ما ينطبق على ركيز وحده، هذا ما ينطبق على قضيه ركيز وحده. هون في نواكشور الناس دورتو حول الشوارع بهذول اللي عدوا لها واللي درى الحاله المدنيه ورسون لك كامل عنده الخدمه ما هي مقربه من الناس، والوزراء اللي ما هم قابلين ما عندهم ما 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 هم قريب من المواطن، كلهم واقف برج عاجي لا يعرفوا ملفاتهم ما يعرفوا له شو سووا شنو، وكلهم وقف قردايل قدام ما يدخل عليه حد يسووا. هذه الناس الين ما تنتسب وتنقلع وفد قلتها وليه يقولها، اعلن حكومة والغزوان بعلن انها فاشلة الفشل الذريع، فيها اثنين والله ثلاثة يعدلوا شغلتهم، ثاني كاملين يعدلوا لا متباركين معه يعدلوا المشاكل في البلد، وهذا خطير ولا يرضى يقبل. يا رئيس الجمهورية انزل شوف وزراءك اللي يعدلوا شنو، احنا نهارات قيمة من العياط على اعلن 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 ذوك القرداي اللي في تفرق زينب اعلنهم ورحلوا ونعطاك لهم الفضه ونعطا لهم كذا. سيد الرئيس تعرف اللي ورحل شنو واللي نعطا له شنو؟ قط سمعته مد ترحل ما فات خطه له تراب، التراب اللي هي تجي فيها ما فات خطه له، تنزل قاعده تدرقي وطلال نهارك ما في الشماس تحن لين يجي واحد مقمض ما يراعيش، لا يجي يتبارك معي يقول لهم اني ملوك مراعي لا ماء ولا مرعى، ما في شي سوى شنو هو علم تعطى له 70000 فوقيه، 70000 فوقيه حد منقطع ما عنده ضوء ولا عنده ماء ومزروق في الاخر ولا عليه حياه، ويقدشوا اللصوص قاعد يفرقوا يقرعون 70000 كان قبيل شو مخسر الى وخلاه في بلده الين يفوت يعدل عليهم باطك ولا لا حياه. هذا بسيط يا لا تم وتتعجلوا لكم تعدلوا انجاز، ويعقب قاعد يعود نتيجته عكسيه على عليكم انتم وعلى المواطن. انها هذه اللي في الشؤون الاجتماعيه وحاط لكم ملفين الاثنين من ملفاتها، الطفيله ما زالت تاكيه في البيدياتري، الطفيله امها 3 سنوات تصفي فيها فشل كلوي ما عندها لوده سويه شنو هي. انا من نفسي طرحت مشكلتها على وزير الصحه وقال على انه مستعد للود لها الفيزا لان يرفعوها للطب، الطب قالوا انهم ما رافعينها لها لا حول لان عاد عندهم 500000 امها راسها قاعد حادت عنه بها اللي خارج بنتها تراعي في بنتها ذلت كبدها ما عندها لوده اسويه شنو هي. هذا الدولة اللي تعود قالبها تثبت طفيلة صغيرة، هذه الشؤون الاجتماعية اللي تقول عنها متكفلة بالضعاف متكفلة بالفقراء، لا ما هو حق، أعطيتكم قضية طفيلات السبعة اللي مقتصبهم بوهم اللي راعيهم لا ماء ولا مرعى وطرحت قضيتهم عليها هي وعدلت بهم السينما ووقفت وقالت لي تعدل لهم وجابت النصارى وعدلت هيشاية كبيرة وقالت وجابت معرضت بهم بعد قاع. الطفيلة أحمد الطفيلة فيها فشل كلوي
وراعيه في بيدياتري الطب الكبير، وراي لك ما نعرف من تمنو لا من اي قبيله ولا من شي، يقير طفيله فيه في الشركه الاول، عرضوه علي الناس، قمت تلفنت على اتصلت بوزير وزير الصحه عن طريق مستشار الاعلامي زميلي بداها، وقال لي بعلم مستعد يخرص لها الفيزا يا غير الطب، قالوا لهم ما مرافعينها يكون انت جبر متبرع، هي قاع لي تموت في الحاله هذه في التجاذب الاداري، تموت هي في التجاذب الاداري يتحرى ويتموا يقولوا للطب ما انا رافعينها، الوزير انا لا ترتفع عدل الفيزا، فذاك تموت الطفيله قاع ويريحوا منها هو اللي دوره، وانها ما هي قاعده تتدخل في القضيه اللي قالت على انها عدلت وسات وتبربر ان احنا هون توخاض في التلفزات وتكري المدونين والعياط قران ولا ما كونوا مولانا لا اسم التياطر وسياسه التشغيل المدلعه لا اسم التياطر لا يقيس ودشرع الى عاد عندتها حرطاني يتملاو معاه ويعطوه هذا ويعطيه الاحراطي اذا عاد بيضاني يتملاو معاه ويعطيه البيضاني ويعطيهم مقرعته وإذا عاد كوري يعدلوا هذا المدن ومدن هون تلعب في سياسة الدولة وبرنامج رئيس الجمهورية اللي قريناه كاملين وقلنا انه زين عندنا يلعبوا فيه هذا ما يقد هذا الكلام ما يبني الخيار احنا ما نقدر نتمناها تبربر علينا وتقولها معدلة وهي قاربها طفيلة تداويها وهي عاقبة تقولها زقلت المليارات والمليارات سياسة لا بروبوغاند اللي معدل على هذه الرواية كاي 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 ومجلس الوزراء ينعرض فيه وين قال له عدلنا وسينا بالكذب الأحمر هذا اللي ينتموا فيه اللي ينتم السيد الرئيس عرض علينا هاوس الناس ما هي يعني بابها أحمد سليم لين نقول لك الرواية الأحداث اللي تتوقعوا شاكين موريتانيا اللي تخلق فيها أزمة ويخلق فيها ثورة ما يحق لا تبردوا بها روحكم موريتانيا لها ما يتضايقوا قاع ولا يعدوا الخاسر ولكن انتم مليت انتم هم اللي كلتوا ثروتهم وكلتوا ممتلكاتهم مقدراتهم الاقتصادية درتوها في جيوبكم ولا تقدروا تضايقوهم ما تقدروا توكلوا فضلتهم وتضايقوهم المهم هذا يا سيد الرئيس انها ما تعدل شغلته ولا يوحدها وهذه الخلطة اللي يخوض لك في التلفزة ويقول لك انه ما عاد يمسك على ارض الواقع ما ذم شيء اسوه شنو ما ذم شيء اسوه شنو على ارض الواقع هذا من الاموال ينضخ وينقال عنه معدل وتريزور مليان ولا كان هذا المواطن مازال يكبر عليك وهذا اللي يجرني نرجع لقضيه التجاره سيد الرئيس ما تقدروا تبنوا دولتكم وتطبقوا مشروع برنامجكم بالتجارة العشرية اليوم هذا الأسعار ما حركون بليت إلا مازالوا في زيادة إلا مازالوا في زيادة ولا هم ناقصين والتجار ما هم دايرين بها وجودهم اللورا ولا هم ما هم اللي جاحدينها ما هم جاحدين ولا هم قابلين يكون يطبقوهم لكن اللي في رأسهم وانا قد اعطيتكم مثال مد قلبه البنها هي المحلي هذا اللي ينباع 270 وقية رابح فيه تاجر 20 وقية ذا البن المحلي راح يبيعه ب 300 على مرأة ومسمع من السلطات الإدارية والبلدية و و و و هم اسمهم هذا صاحب الأسعار هذا كان راح ينباعهم ب 300 ما يقدر حد يفتحهم اي مدة قلبت ارادة الدولة ما قبلت يكون عنها تعود تتحدى ارادة الدولة التحدي السابع ايش تحنوا به هذا الباترونا بصفته هذه ما يقدر يتم حاكم البلد ما يدفعوا الضرائب ما يشغلوا الناس والقطاع الخاص يقعد ما يشغل ما يدفع الضرائب ذروا على الدولة شنو لا يقبل يا غير لا كونتر بارتي ما يخالق ما يعطي عطاء ما هو خالق ما هو مقدم اي خدمه اسوء هي شنو هي يكون زز وذنين المواطن البسيط وتحريضه على انه يحرك الشارع
الدولة يجب أنها تعود صارمة في كل شيء، ما تعود واعية. إلين تعود ما هي صارمة، ما لا يخلق سب ولا خالق تنمية. إلين يعود عامل الجزاء ما هو موجود وموجود بصرامة وبقوة، ما يقدر يصلح شيء، ما يقدر يصلح شيء. توف فرض على الدولة تعود خالق. ابن تيمية قال إن الله يعين الدولة الكافرة العادلة ويقوض الدولة المسلمة الغير عادلة، وحق الدولة تقوم على الكفر ولا تقوم على الظلم. احنا كان قال لك لا من هذا من فايد، كان عندنا قالوا لهم خالهم السبع، جابوا راجل وطاوه مدفع وقالوا له يقتل السبع، طاح المدفع للسبع تعلق فيه، جاهم قالوا له اقتل السبع، قال لهم السبع عاد مدفعوا. احنا كان عندنا الشيخ الرضا و و و و هو اسمه هذا بناء وشمل المفسدين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين ولصوص، وجاؤوا عليهم ولي لصوص التجار، وجاؤوا عليهم لصوص الوزراء ومثلينا قاع من هل ولا رادعة، ما فهم شيء. اسمه هو شو هو يرفع الناس. اذا يتم به الى ايت، احنا لحقنا نستفيد من 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 اللي واقعين فيه. هذا واقع مزري تماما، مزري تماما، ولا يقدر يستمر. مولي ما يقدر يستمر، هذا هو اللي يحمل في طياته بذور الفشل، ما يقدر يصلح معاه شيء. هو شنو الفشل الذريع؟ يا الله تنعت خسارات الدولة، خسراتها يا الله، ونعت الوزراء ونعت التجار ونعت كل حد هامه العلم يفاتن في موريتانيا ويضايقهم ويجر فيهم يخسر السكينة، ما يقدر يخلط لنا بعد الفقر والجوع والضيق. على كل حال ظاهر يعني لي اكتفاوا بهذا الليلة، اكتفاوا بهذا الليلة لين يعود وقت آخر إن شاء الله، ونعود نفتح ملفات أخرى.